بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. بقية ما ورد في النوع التاسع من معرفة المكي والمدني، وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك. الخامس، ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية. انت عارف المدينة نزل فيها الحدود، وهي عقوبة مقدرة شرعا على بعض الجرائم كالزنا والقتل والسرقة والخمر، شرب الخمر والقذف والحرابة وغير ذلك مما حده الله. فهيجيب لك صور مكية فيها إشارة إلى هذه الحدود بالرغم أنها لم تنزل بعد، فكأنها إيه، تشبه المدينة وإن كانت نزلت في مكة قبل الهجرة. من ذلك قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والقراءة الثانية: والذين يجتنبون كبير كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. كبائر الإثم يعني كل ذنب عاقبته النار، وهو يدخل فيه ما يحد من أجله كالزنا والأمثلة التي قلنا عنها. والفواحش يعني كل ذنب فيه حد، إلا اللمم اللي الصغائر، وهو بين الحدين من الذنوب. نزلت في نبهان والمرأة التي راودها عن نفسها فأبت، والقصة مشهورة واستقرت الرواية بما قلنا، والدليل على صحتها أنه لم يكن بمكة حد ولا غزو. ومنها قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة هود، سورة هود دي مكية، لكن الآية دي نزلت في حادثة في المدينة. نزلت في أبي مقبل الحسين بن عمر بن قيس، والمرأة التي اشترت منه التمر فراودها أو قبلها، وبعدين راح بكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل امرأة لا تحل له. فنزلت هذه الآيات: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية، وهو النوع السادس. من ذلك قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الأنبياء، سورة الأنبياء دي سورة مكية، لكن اللي اتخذوا، اللي نسبوا إلى الله اللهو يعني الولد، كان وفد نجران، ووفد نجران جاء للنبي في المدينة. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ولهوا هنا يعني بمعنى ولدا، ودي من مفردات القرآن، إن اللهو يأتي بمعنى جديد غير المعاني التي استعملها فيه في القرآن من أول وآخر، إلا الموضع ده لهو هنا بمعنى ولد، والباقي اللهو اللي هو اللعب الذي يلهي عن طاعة الله. فهمت بقى؟ لاتخذناه من لدنا. نزلت في نصارى نجران ومنهم السيد والعاقب، ونصارى نجران دول وفدوا في المدينة وإن كانت الآية في سورة مكية. ومنها والعاديات ضبحا في رواية الحسين بن واقد، وقصتها مشهورة لأنها بتوصف إيه، خيل التي تخرج للغزو، وكانوا في مكة لا غزو ولا حرب ولا قتال. فدي تنزيل مكة في السور المدنية، فهم؟ وقيل العاديات ضبحا هي إيه، النوق التي تحمل الحجيج.
والعاديات ضبحا في رواية الحسين بن واقد، وقصتها مشهورة، منها قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، دي في الأنفال، والأنفال مدنية، وإن كانوا قالوا ذلك قريش في مكة قبل الهجرة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النوع السابع ما نزل بالجحفة. والجحفة دي قرية على طريق المدينة من مكة على أربع إيه مراحل. والجحفة اللي هي إيه أبيار علي دلوقتي، مش كده برضو؟ ولا التانية دي الحليفة؟ لا دي الحليفة أبيار علي. يبقى الجحفة دي كانت إيه ميقات أهل مصر، ميقات أهل مصر اللي هي تعتبر زي رابغ. قوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نزلت بالجحفة والنبي مهاجر في طريقه للمدينة، كأن ربنا بيوعده أنه هيرجع مكة تاني، وبالفعل حقق هذا الوعد بعد 8 سنوات في فتح مكة. النوع الثامن ما نزل ببيت المقدس. قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، في سورة الزخرف. نزلت عليه ليلة أسري به. ليه؟ لأنه هيلتقي بالرسل يصلي بهم. واسأل من أرسلنا من قبلك، هيسألوا فين؟ فإنها بتمهد إنه هو هيقابل الرسل يصلي بهم ويسلم عليهم. وانت في رحلة الإسراء بقى، لو انت قلبك شك، واخد بقى، اسأل من أرسلنا من قبلك من رسولك فإن سيرتك عندهم معلومة. فهمت بقى؟ والنبي قال: لا أسأل ولا أشك. النوع التاسع ما نزل بالطائف. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ولذلك قصة عجيبة اللي هي قصة النبي في الطائف، كيف إيه قابلوه مقابلة سيئة، وكلنا قارناها في السيرة عارفينها. وقوله تعالى: إذا السماء انشقت بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. الانشقاق يعني كفار مكة. برضو دي نزلت فين؟ في ايه؟ في الطائف، يعني في رحلته للطائف، في أثناء رحلته للطائف. ما نزل بالحديبية. الحديبية أثناء صلح الايه حديبية مع ايه سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو يقول النبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له: لا ما نعرفش الرحمن. ولا يقول بسمك اللهم، فاكرينه؟ فنزلت بقى ايه الايات دي: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب في الرعد. فهمت؟ قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، نزلت بالحديبيه حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه. وكان اللي بيكتب الصلح مع النبي مين؟ سهيل بن عمرو، اللي رفض يبدأ الصلح ببسم الله الرحمن الرحيم عشان لفظ الرحمن والرحيم. قال له: لا احنا ما نعرفش الا الرحمن والرحيم، احنا تقول باسمك اللهم. فنزلت هذه الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم، ولو نعلم انك رسول الله لبايعناك. لانه كمان مش عايز يكتب محمد رسول الله، اكتب محمد ابن عبد الله. الله، ما هو رسول الله لكن لسه كافر. فانزل الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ومنها النوع الحادي عشر ما نزل ليلا. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم
إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نزلت ليلا في غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة من الهجرة، وهم حي من خزاعة والناس يسيرون. وقوله تعالى والله يعصمك من الناس، نزل البر ليلا، كان النبي بيحرسوه قبل ما اما يجي ينام بالليل يحرسوه. ليه؟ لان كل قبائل العرب متكالبة على قتله، فكان النبي اذا نام يقوم ايه يبقى في حراس. فلما نزلت عليه خرج خارج خيمته وقال لحراسه اذهبوا فقد كفاني ربي. والله يعصمك من الناس، يعني يعصمك من ان يقتلك الناس. فالعصمة هنا من ان يقتل حتى يبلغ ايه دعوة ربه، وليس عصمة من الإيذاء لأن النبي أوذي، لكن عصمة إيه من القتل. نزلت في بعض غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس كل ليلة. قال عبد الله بن عمرو بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة؟ فأتاه حذيفة وسعد في آخرين معهم الحجف والسيوف. الحجف والسيوف، الحجف اللي هي زي الحاجات اللي بيتترسوا بيها بس بتبقى من جلد، عشان لو جد السيف ضرب حاجة فيها يقوم يتغرس في الجلد بدل ما يتغرس في ايه في اللحم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة من أدم، أدم يعني ايه جلد مدبوغ. فباتوا على باب الخيمة، فلما أن كان بعد هزيع من الليل، يعني بعد شوية من الليل كده نزلت الآية، أنزل الله عليه الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة فقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. ومنها قول إنك لا تهدي من أحببت في سورة القصص. قالت عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في اللحاف، يعني أثناء النوم ليلا، ونزل علي أكثر القرآن نهارا. ما النوع الثاني عشر ما نزل مشيعا، يعني بالملائكة في كوكبة من الملائكة. كل القرآن ايه نزل للنبي سيدنا جبريل بس، لكن في بعض ايه القرآن نزل مشيعا بآلاف وعشرات الآلاف من الملائكة. سورة الأنعام نزلت مرة واحدة شيعها 70,000 ملك، طبقوا ما بين السماوات والأرض، لهم زجل بالتسبيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وخر ساجدا لما شاف هذه الكوكبة العظيمة من الملائكة إيه التي جاءت مع هذه السورة. قلت ذكر أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه أن الخبر المذكور اللي فيه تشيع الملائكة لسورة الأنعام يعني من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف، ولم نرى له إسنادا صحيحا، وقد روي ما يخالفه، فروي أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزل منها آيات بالمدينة اختلفوا في عددها، فقيل ثلاث، وهي قول تعالى قل تعالوا. أنا رأيي أن ده مش خلاف، ليه؟ لما يقول لك نزل جملة واحدة وهي آياتها فوق المية ويبقى في ثلاث آيات بس نزلوا في المية على سبيل إيه الغالبية، والغالبية تأخذ الحكم، فما يبقاش في خلاف يعني. ايه المشكلة ما تنزل ثلاث آيات من 100 في المدينة وبعدين يجي علماء يقول لك نزلت كلها في المدينة، خلاص باعتبار الأغلبية، فما فيش خلاف يعني. بل نزل منها آيات بالمدينة اختلفوا في عددها، فقيل ثلاث، وهي قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والآيات اللي التي تلي. وقيل ست، وقيل غير ذلك، وسائرها نزل بمكة، سائرها يعني باقيها، لأن احنا قلنا سائر بمعنى باقي وبمعنى كل، هنا سائرة يعني باقي. غير الأنعام نزل مشيع كمان فاتحة الكتاب، نزلت ومعها 80,000 ملك. وآية الكرسي نزلت ومعها 30,000 ملك. وسورة يونس نزلت ومعها 30,000 ملك. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا في الزخرف نزلت وما 20,000 ملك. وسائر القرآن نزل به جبريل بلا تشيع. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.